فبدينا نعيد بعض العقود واحدة من عندهم عقود غسيل الكلب أستاذ نجم خلي يصير كلش واضح إحنا كحكومة مسؤولين عن خدمات أساسية بالصحة تسمى قائمة الخدمات الأساسية في أدبيات منظمة الصحة العالمية وفي كل دولة من دول العالم الحكومة مسؤولة عن الخدمات الأساسية يعني إحنا ما مسؤولين عن تجميل هاي الحكي عليه احنا ما مسؤولين <applause> اي <الحتي> هاي عليه <تصفيق> <تصفيق> هذا مسمار اي احنا ما مسؤولين عن مثلا عن المواطن يعجبه يجي كل ثلاثة شهور يريد يسوي تحاليل وفحوصات ورنين كامل هذا طب, طب كمالي احسن فاحنا مسؤولين عن ايش؟ عن قائمه الخدمات الاساسيه أي. جزء من قائمه الخدمات الاساسيه لازم انت تستثمر اموالك بشكل صحيح حتى توفر هذه الخدمات الاساسيه فمن جينا شفنا بعض العقود شفنا بها قضايا لا تدخل في القائمه الاساسيه. بها ترف بها ترف وهذا الترف اموال اموال هذه ممكن انت ان تستثمرها في مثلا طيب. يعني, يعني اعطيك مثل يعني احنا من نجي انت سامع بحياتك في العراق واذا سامع قل لي واتمنى تكون سامع انه احنا المريض ابو غسيل الكلى نخصص له سياره تجيبه من بيته يغسل ويرجع أما موجودة بالعقد حسن فأنا من ألغيها المريض مال الكلى تجيبونه من بيته وترجعونه موجودة بالعقد كانت ها أه؟ موجودة بالعقد كانت سيارات لخدمة المرضى اي فاجيت انا قلت هذه هذه أولاً هي ما موجودة بالواقع بالواقع موجودة أما ما موجودة ما بالواقع. سنة. ما سمع فمن جينا شلناها لهذه بعدين جينا شفنا وهي مو حقيقة لا هي موجودة سيارات لكن لا تستخدم لخدمة المرضى موجودة سيارة مم. مثلا جينا شفنا أنه تدريب لازم يصير بالخارج فجمعتهم الأخصائيين الأساتذة شيت وياهم قلت إحنا صار هاي خمسين سنة غسيل الكلى بالعراق يحتاج إحنا ندزل الناس ندربهم بالخارج على قالوا لا إحنا ندربهم أنتوا أساتذتنا وزملائنا أنتوا دربوا ندربهم شلنا فقرة تدريب بالخارج زين بعدين جينا ناقشنا السعر الحقيقي واتفقنا وبعدين الشركات استجابت من تستجيب الشركات معناتها انه ما راح ياثر على الخدمه تمام ولا مو تمام فنزل معدل 10 دولارات لكل غسله سواء كان بالتشغيلي او بالتوسعه اذا اخذنا بنظر, بنظر الاعتبار معدل في كل عقد 300 400 الف غسله على خمس سنوات اخذها على كل العراق راح يطلع المبلغ اكثر من هذا في مفصل دولار. واحد اكثر من 40 مليون دولار بكثير بس بغسل الكلى على فقط في غسيل الكلى والباقيات ايش قاعدين طبعا احنا تعرضنا لانه حديث ها دول بداوا ياثرون على الخدمات الاساسيه وقللوا الاسعار وبالنتيجه راح تخرب ومراو الحمد لله الامور ماشيه وبشكل صحيح اشتغلوك الولد بالتاكيد يعني ماشي بالتاكيد يعني ماشي. خلينا اجيك بعد على قضيه اخرى أي. وهذه القضيه بها اتفاق انه لازم ما اعلن على اسم الشركه الا ان تسمح لنا اتفقنا مع احد الشركات العالميه الكبرى تورد لنا دواء بيولوجي. استضافيناهم وقلنا لهم احنا هذا السعر شويه مبالغ به تعالوا نتفق وياكم على سعر جديد ودخلنا اللجان العلميه ودخلنا زملاء الاساتذه الاجلاء ودخلنا في مفاوضات وياهم استمرت عده اشهر. جبنا كميه من الدواء. هذه الكميه لو جايبيها بالسعر السابق تكلف حدود 98 مليون دولار. اي بيجبناها جبناها؟ اي 59 مليون دولار وشويه، قول 60 مليون دولار. 40% تخفيض في دواء واحد في عقد واحد وتستمر القائمة كم عقد عدت النظر بي؟ تستمر القائمة بـ 10% بـ 5% بـ 2% بـ 12% بـ 15% وفرنا أكثر من 150 مليار خلال عام 2023 يعني 130 مليون دولار بقريبا. تقريباً 10% من, من المخصص للموازنة أراجع.